بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله مساءكم جميعا مشاهدين الكرام في فقرة زوارة، حلقة جديدة من هذه الفقرة ومتسابق أيضا جديد، هل يلتقي مع من زاروه من خارج البرنامج أم لا؟ المتسابقين يسمعوني؟ أي نسمع. مساكم الله بالخير جميعا. أنا ماني شايفهم على الشاشة عندي. أيوة الحين شايفكم. الله حيهم يا مرحبا. انتم مبسوطين فيني، انا كل يوم ترى اشوفكم يا اخي، بس على الهواء انا اشوفكم مره واحده بالاسبوع. من فانزك يا ابو نايف، بعد عيني والله. انا اللي واحد جمهور كل واحد منكم، عفوا. بس في وقت الدرجات انا ما لي علاقه ترى. يا ناصر سم المخرج، ليه صورنا مو ورا؟ خلي صورنا مع ذي. اذا انتم مغطين على بعض على شاشه كيف يجيبكم؟ لا هذه اللي قدامكم، هذه اللي جنبك. اوكي ايش رايك يا صالح؟ انا عندي اقتراح. صحيح ايوه، انا عندي اقتراح يا صالح. اسلم. انك تطلع من دائره المتسابقين وتجي مخرج. والله اشكرك فعلا. انا السؤال الشيء هذا فكره حلوه صح؟ قاعد يعني ما اظهر الشيء ذا اعلاميا. الله يسلم. طيب مساكم الله بالخير جميعا. نور فقره زواره اليوم، متسابق جديد. الاسبوع الماضي انا قلت واحد من المتسابقين، انا كنت بقول متسابق مؤثر، فتذكرت انكم كلكم مؤثرين. الله. كل واحد منكم له جمهور. خل مخرج يلف علي شوي بس. بالله يا مخرج لف على صالح شوي. صالح كل يوم انت وجهك على الشاشه يا قلبي. الله. انت لازم عشان ابعث السعاده ولا فرح. بس عشان نشوف الكاميرا بدون خصم عادي. روح 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 كذا. شوف شكلك بس. تشيز تشيز تشيز. زوم 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 قصدك؟ زوم زوم. اوكي مخرج اجل. ها كمان 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 كمان. كلوز كلوز. تنادي لك قطوه انت يا صالح؟ هذه لك يا ناصر يا قلبي. بعد عيني والله يا رب قلبك. اجل مخرج ها؟ من هو؟ ايه الله يسلمك. ايه احلق رمش عيني يا شيخ. طيب هو كذا محلوق ترى. طيب على بال ما يجتمعون المتسابقين وعشان الوقت، الاسبوع الماضي ابو كاتم تدخل بالفقره لان المتسابقين ما تساعدوا معنا ابدا في هالفقره فالغيت الفقره. انا لازم اذكركم بالماضي عشان نبدا بالجديد، نفتح صفحه جديده. ناصر سم. ناصر لا تفتح الجروح. الله باذن الله يا ناصر سم. باذن الله أيوة. يعني ان شاء الله نقدر نساعد اللي بتكون الاهل موجودين بدون ما تشوفونا بطريقه احترافيه. ايه يعني ما اوكي تطور وضعي يعني. حلو جدا. أجل على كذا اتمنى ابو كاتم انه ما يدخل معنا اليوم لانه متسابقين. لا يعني ما راح يدخل مع سبق الاصرار والترصد. ما بيشوفنا بس. اها اوكي اوكي بيكون شغل احترافي شوي. طيب انا عندي راي، غطوا رجال الكاميرات الموجوده عندكم بشمغتكم. ايوه وكذا ما حد صادق. خربت علينا يا ناصر، خربت علينا فكرة. طيب خلونا نبدا يا شباب. كرسي قم. طيب والله انا جاي على بال ما يجمعون المتسابقين وعلى بال ما ازحف. طيب ازحف نعلن من هو المتسابق. شكله فوزي بحمد الله. الوقف الجرج، وقف جمعية تحفيظ القرآن الكريم في مكة المكرمة وصل الى 85%. وعقبال ان شاء الله ما يكتمل كامل الوقف بمشيئة الله تعالى خلال الفترة القادمة القريبة باذن الله. الحمد لله عشان نفرح كلنا سويا مثل ما سمعنا فرحه المتسابقين. غير الكاميرا. طيب ايه مقلبنا. نبدا احنا وياكم. نبدا احنا وياكم نشوف من المتسابق. المتسابق معنا في هذه الفقره اللي راح نطرح عليها اسئله وهل يجيب عليها ام لا. اتوقع انا وليد. انت خلصت؟ لا يمكن في جزء ثاني شيء. اوكي مسلسل. طيب المتسابق معنا في هذه الفقره لهذا اليوم هو صالح الفرحان. يلا صالح يا صالح خليك ما تجاوب. صالح يا صالح خليك ما تجاوب. خليك ما تجاوب تراني مريت في الموقف. خليك ما تجاوب. دقيقة يا ربع شوي ركز. بس دقيقة يا شباب يبغى الموضوع. ساعد طيب تعطونا فرصة يا شباب. خلك شوي ركز شوي فواز. بالله عضلات عضلات كلوز جاهز. على وجهك
كلوز على وجهه هو. جيب له بوت. وجهه هو. عمد جيب له بوت. وجهه هو كلوز. طيب شباب عشان الوقت لأننا متأخرين جدا. عشان يجاوب بسرعة. لأننا متأخرين شباب. تتكرمون علينا فضل الله يسعدكم. دقيقة لحظة. يا عيال جيبوا بوت رياضة الصلاة. عشان يجاوب بسرعة في الأسئلة. طيب شباب لو تكرمون حلوة يا صالح ظريف. خفيف دم يا صالح ما شاء الله عليك. طيب محمد شمري. محمد شهراني عفوا. شباب ساعدك كم؟ لو سمحت ابوي لو سمحت ثلاث اخلاق. وليد الشمري. لو سمحت حبيبي لو سمحت. لو سمحت يا انا لو سمحت. يلا. يلا 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 شباب شباب يلا يلا. شباب يلا. شباب الله يسعدكم. شباب لو سمحت شباب. لو سمحت يا صالح. صالح. ما ان شاء الله ازهر. لا شباب بجاوب فيك خلوني اجاوب. لا عفوا شباب بجاوب. ابشر ان شاء الله. طيب نستنى نشوف متى المتسابقين ان شاء الله يطلعون عشان نبدا الفقره. نطلع يا مخرج. طيب عموما على بال ما يطلعون المتسابقين راح نطرح الاسئله لصالح الفرحان وطبعا صالح الوحده. والله اي والله مو مني والله عيال فرحه ويسدنها وان شاء الله نكمل بالشوف يا رب ان شاء الله باذن الله. هل يجيب صالح على الاسئله ليلتقي ام لا؟ يا رب الله اعلم. صالح سم عارف سياسه الفقره؟ عارف سياسه الفقره. طيب تبغى قبل ابو نايف فيه تاجيل وفيه شيء بروفايلك الاسبوع الماضي كانوا يتكلمون وعلي الغامدي بالاصح يتكلم ويقول الفقره كل يوم لها سيناريو كل يوم لها سياسه. حلو. فاذا كان هو مو فاهمها فالمشكله فيه هو، ولكن الفقره واضحه جدا. انا اقول امنيه على المستوى الشخصي ان ما ناجل عشان نختصر الوقت، سواء اذا التقيت اعطيك فرصه واذا ما التقيت ايضا اعطي البقيه فرصه. فالمجال بيني وبينك يا صالح اذا تبغانا ناجل راح ناجل سؤال، ويفضل بالنسبه لي انك ما تاجل. ماشي. بنايف يقولون في تغيير. هلا 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 بالميرو بصالح. معليش ابو نايف يقولون تغيير مايك. يلا ولا يهمك خذ راحتك. طيب عموما اللي موجودين الان زي ما نلاحظ هو والد صالح الفرحان وايضا اخوانه وعمه واتوقع ولد اخوه اذا ما خاب ظني. انا ما اعرف من هو اللي جاي الثالث، ولكن صالح راح يتعرف عليهم الحين. راح نتعرف كلنا سويا عليهم باذن الله مع صالح الفرحان بعد ما يغير المايك. وطبعا زي ما ذكرت اتمنى من جميع المتسابقين انهم يعطون الفقره احترامها ولا يتساعدون ابدا، لاننا نختبر ثقافه المتسابق فقط في تفاصيل حياتهم العائليه. فاحنا على بال ما يجهز المايك باذن الله مع صالح الفرحان راح بعدها نتعرف احنا وياكم على الموجودين، وبعدها نتعرف هل يلتقي معهم صالح ام لا. الله اعلم. صالح جاهز؟ ان شاء الله اني جاهز. طيب. انت واضح الصوت الحين؟ واضح الصوت جدا. حلو. طيب نشوفهم يا صالح؟ نشوفهم. يلا عطناهم يا مخرج الله يسعدك. من اللي قدامي يا صالح؟ هذا عبد الله ولد عمتي الكبير وعامر اخوي هذا الصغير. ونعم. طيب. يا هلا. اللي بعده؟ هذا امير ابوي وهذه لينا اختي وهذا عمي زياد. ونعم. طيب صالح شفتهم؟ ايه شفتهم. نبدا؟ تكمل. نبدا يا صالح؟ نبدا ان شاء الله. طيب طلع جهاز المايك نفسه طلع برا طلع من جهه. الله البلش. طيب خبي المستور يا مخرج. طيب راح نطرح 10 اسئله زي ما ذكرت في سياسه الفقره. اذا استطاع المتسابق ان يجاوب على 7 اسئله يلتقي مع من زاروه من خارج المنتجع، واذا ما جاوب مثل ما حصل في الاسابيع الماضيه مع سرور وايضا فيصل بن قربه وعلي الكلثمي مع ابو كاتم، اعتذرنا ونقلناهم معززين مكرمين وعادوا الى ديارهم بالسلامه. واليوم راح نتعرف مع صالح هل يلتقي معهم ام لا. صالح تاخرنا كثير. نبدا؟ اقول تاخرنا كثير نبدا. يلا هذا والله من المايك يا ابو نايف. لا لا ما في باس ما في باس، انا ما احط اللوم عليك ابدا. نتوكل على الله. يلا بسم الله. نقول بسم الله توكلنا على الله يا صالح. 7 اسئله لازم تجاوب عليها إجابة صحيحة هرب. بنفس الطريقة اللي أنا أطلبها منك يا صالح. إذا استطعت أنك تجاوب راح تلتقي معهم. تسود علي يا أبو نايف. وإذا ما استطعت فأنا متأسف جدا، أنا راح أطرح لك سؤال كما وصلني وأنت تجاوب على الأسئلة الموجودة.
يلا الله يسهله. السؤال الأول يا صالح، الوالدة مدرسة صح؟ صح. مدرسة قرآن كريم صح. كم تحفظ أم صالح الفرحان من القرآن؟ كم جزء؟ ونايف من السؤال يعني صح انه امي ومفروض اني كل شيء اعرف عنه، لكنه طيب في نسب؟ ما في نسب، في اجابة مباشرة يا صالح. وهل في تأجيل له؟ طيب يفضل انك ما تأجل ولكن الخيار لك. طلع عندي ثلاث ارقام لكن ان شاء الله اني بختار الوسط. هو اكيد انه ما حفظت القرآن كامل. okay. وهي تحاول ان شاء الله. يا توقع والعلم عند الله. عشر اجزاء، هذه اجابة سؤالك الاول يا صالح. اتوقع يلا يا رب تكون اجابة صحيحة ام لا. يلا يا رب. اجابة السؤال الاول يا صالح اجابة صحيحة. يلا هذا مخرجنا انهبل. السؤال الثاني، عندنا حماس اليوم. السؤال الثاني يا صالح، الوالد اللي شفناه احنا والمشاهدين الكرام، ها ما ترى ما اسمع بناي. الوالد ايه كم له بالخدمة في عمله الحالي؟ كم سنة يا صالح؟ طيب ابو نايف هو اشتغل شغلات كثيرة يعني. عمله الحالي، سؤالي واضح يا صالح. والله انا دائما اقول الرقم للعيال بس يمكن انه خطا ترى ما في بس. انا اصح المعلومة للعيال. هو اكيد انت بتصح. لكن اللي هو مستشفى عمله الحالي. مستشفى انا ما حددت عمله الحالي، وظيفته الحاليه. وعمله اكبر منه اتوقع بسنتين. سنتين 25 25 سنه. يا رب. في متسابقين يقولون صح على اساس انهم داخلين الدوام كلهم جميع. عموما اجابة السؤال الثاني يا صالح، وانا اتمنى يا صالح منك انك تتريث قليلا، مو معناها انك تهدي ولكن تركز بالاجابة قبل لا تجاوب اذا كنت فعليا تنوي انك تلتقي فيهم. اي والله اني انوي يا بنات، في احد اهله جايين عنده ما يشوفهم. صالح اجابة سؤالك الثاني اجابة صحيحة. كثر من الأسئلة ذي أبو نايف. إن شاء الله. السؤال الثالث يا صالح، المتسابقين أتمنى أنهم يهدون بس شوي عشان يعطون صالح الفرصة للتركيز. أخوك عامر يا صالح، هذا هو السؤال الثالث، في أي رجع عليه شوي. لا خليك معي. في أي يوم ولد أخوك عامر؟ اليوم، الشهر، السنة. ونايف أنا يومي هو يومي ما أعرفه يعني. حالة استثنائية لأنك لو تسأل أي واحد متى ميلادك راح يعرف طبيعي. عد السؤال ونايف. أخوك عامر أي يوم ميلاده؟ واضح السؤال. طيب ميلادي ولا هجري؟ هجري. عمره 12
قبل 12 سنة يلا يا صالح أجله بنايف. طيب أخوك عامر السؤال الثاني له بعد أيضا، في أي عام التحق عامر أخوك بالدراسة؟ أنا أحتاج اليوم، الشهر، السنة. نايف والله العظيم يعني هو طيب ما يخالف يمكن السنة هاي. طيب المتسابقين أتمنى منهم يعطونك الفرصة للتركيز على الإجابة ما يشوشون عليك أبدا. أتفضل يا حبيبي. التحق بالدراسة ها؟ هجري؟ هجري. طيب لو أقول بس السنة اللي التحق به؟ ما تحسب إجابة صحيحة. عشان تحسب لك نقطة خضراء لازم تعطيني اليوم والشهر والسنة يا صالح. إذا أعطيتني السنة والشهر فيعتبر اليوم خطأ، إذن يلغى السؤال كاملا. طيب لو الرقم الأول مثلا اللي هو اليوم أحطه بنسب يعني كذا ولا كذا والشهر والتاريخ أنا أحتاج إجابة صريحة وواضحة يا صالح. يلا قول إن شاء الله إنه 12/10/1432. في حمام زاجل بالموضوع؟ والله ما في شيء يا أبو نايف، إذا أنتم شغلوا كاميرات شغلوا اللي تبوا. الكاميرات شغالة بس إنه عامر ترى أنا كبير وهو صغير يعني أشوفه، بس إنه اليوم ولادته هو اللي أنا ما أذكره. صالح أنا أهنيك لأنك ما تعرف يوم ميلادك ولكن تعرف متى دخل المدرسة. لا يوم ميلادي، يوم ميلادي إن شاء الله تسوي لي حفلة كذا بإني ولد هذا الأسد 23/8/1414 جاء 23/8 أدخل يعني أها 24. طيب الحين الحين أجاوب على ميلادك ولا على المدرسة؟ ها شلون الحين ما أدري. طيب صالح أنت قلت 12/10 إيه 1432 كنت مراوي 12 ولا 13؟ طيب أحسبها لك خطأ ولا صح؟ قلت لك 12 انا او طيب انا اقول احسبها لك صح ولا خطا ايش رايك؟ والله اكيد اني ابي اصح ابن خذها صح يلا هذا من يرفع راسك. طيب السؤال التالي ارجع للسؤال الاول اللي اجلته ولا نستمر؟ لا لا خلوه اجلس اجيبه. مدة الزواج حتى الآن اللي دامت بين والدك ووالدتك كم سنة يا صالح؟ كم لي تأجيل يا ابو نايف؟ والله فعليا أنا أجلت السؤالين لكل متسابق ولكن كما تحب أنت. يلا صالح عشان الوقت. 25. 25 سنة. إيه توقع أكبر من سنتين. أها. صالح يبدو لي إنك ما راح تلتقي فيهم، أنا ما أعرف والله. إحساس يقول. أتكفى يا أبو نايف تكفى. أنا لا تقول لي تكفى لأنك لو قلت لي تكفى برا برنامج عطتك عيوني. أنا لكن هنا سياسة فقط. أبو نايف لكن يعني يا أبو نايف شوي يمين يسار. يعني إيش؟ يعني الأمور ترى ها بشري صح؟ عيال. طيب خلنا نأخذ الإجابة من أبوك. ها. عطني يا مخرج أبوك. عطني يا تكفى. ها. إجابة صحيحة يا أبو صالح ولا لا؟ نعم. أبوي. طيب يا صالح نرجع للسؤال اللي بعده. نرجع للسؤال اللي بعده. كيف نرجع للسؤال اللي بعده؟ قصدي نرجع للسؤال الأول ولا نكمل؟ ما أدري نروح للي تابي يا ابن عيني. طيب نسبة الأخت الكبيرة نورة في المرحلة الثانوية كم يا صالح؟ أبغى النسبة المئوية بالضبط. طيب أي سنة؟ المئوية بالضبط. أي سنة؟ أول، ثاني، ثالث؟ ثانوي بعد التخرج، ثالث.
رأي أبو نايف إنه ما أدري أهو ما أذكره أذكر بالتسعينات لكن بالضبط المتسابقين يتكلموا أتمنى كرماً ما أحد يتدخل بالفقرة لا والله أتمنى احترام الفقرة فقط تفضل يا صالح هذا يحتاج نسبة لأنه مو نسبة أي أنا أحتاج نسبة واضحة لا يعني كذا بين كذا وبين كذا طيب عطني نسبة واضحة ها؟ عطني نسبة واضحة يعني ما في أمل لا والله أذكر خياتي شاطرات ما شاء الله لكنه يخليهم لك يا رب لكنه ثمان تسعين تكفى قليل تكفى هو اختي معاذر كذا واحدة 97 واحدة 98 بس اني انا ما املخبط بينك من المتسابقين قال صحيحة؟ والله ما ادري والله عشان اعزز معنوياتها بس اها على اساس انك انت موقع الشهادة لها صح؟ ممكن عادي ابو نايف وسع صدرك صالح اجابتك صحيحة لا كم بقى واحد اثنين ثلاثة أربعة قربت أربعة خمس طيب بقى اثنين صالح سام ننتقل للسؤال اللي بعده ونرجع للسؤال الأول لا خله الأول تحول طيب السنة اللي تعينت فيها الوالدة كمدرسة في عطي عطاء وعطي عطي بالقصيم عطني الشهر والسنة ما أحتاج اليوم ها؟ ما أحتاج اليوم عطني الشهر والسنة بس إذا أشوفهم تكفى أشوفهم لا بعد ما تجاوب تشوفهم أبشر أجل بنايف طيب وننتقل لسؤال في عام كم أيضا تعيين السؤال اللي بعده أيوة عمك زياد في عام كم تعين عمك زياد دقيقة عارفه والله إني عارف واحتاج الشهر أيضا اليوم ما أبغى تكفى الشهر لا تقول تكفى أحتاج سنة أذكر السنة أحتاج الشهر ضروري اليوم ما أبغى أبو نايف تكفى يا أخي ابعد خلاص الشهر يسد مع السؤال اللي قبله صالح لا تقول لي تكفى لأن هذه سياسة الفقرة هو 1432 طيب والشهر؟ أنا ما أعرف طبعا ممكن تكون صح ممكن تكون خطأ إيه بس الشهر أنا ما أعرفه هم عينوهم جاتهم سالفة التعيين اللي بنص الترم بس إني ما أذكر كم أنا الترم الأول والترم الثاني يلا حاول يا اخي الشهر بس تكفى ما والله ضروري طيب قل لي هو بالترم الاول ولا الترم الثاني انا ما اعرف اخي شوي يا اخي توضيح الله اعلم يا صالح والله ما ادري ويارا لكن نقول ويارا ابو لخبطت انت عشان السؤال ابو نايف يا ابن حلال جبت الدنيا كلها قل لي ناصر وخلاص يكفي شهر حط عليهم بس شوي كذا اشوفهم تكفى يمكن اجاوب تبغى توصل الاجابه يعني؟ لا اي شوف المتسابقين يدعون حطينا عليهم لا المتسابقين ما نلم منهم لا ان شاء الله دعوتهم لسنا ان شاء الله جاوب الله يتقبل اللهم قوي ايمانهم يا رب ثلاثة يا بيارة ثلاثة والعلم عند الله والله ما أدري الله في ثلاثة عام 1400 وكم؟ 32 المتسابقين دعوا شكله لو الله فكا من داون يا رب تكفي قليل مع الأسف خطأ يا صالح المتسابقين ادعوا من قلب مرة ثانية الله يسعدكم طيب
ننتقل للسؤال اللي بعده. انتقد. في عام كم احتاج اليوم وشو من ايام الاسابيع؟ تمام، واحتاج السنه. ايوه ايوه. في عام كم هلا؟ في عام كم فكه من الشهور يا اخي، جيب لي اسئله كلها. كانت اسمع سؤال طيب. ها. في عام كم كانت وفاة جدك الله يرحمه؟ عطني اليوم وشو من ايام الاسابيع، تقول لي سبت، احد، اثنين، ثلاثاء الى اخره. يلا وعطني السنه. جدتي طبعا صلى الله يغفر له يرحمها، هي ربتها هذه جدك. ايه ها جدك يا صالح؟ جدي صالح. اقول جدك يا صالح انا. ايه ايه جدي صالح. دقيقه دقيقه، الله يغفر له ويرحمه. هم بينه وهو بينه وهو جدتي وكلهم غالين والله على قلبي، على الشخصيتين هذه، جدي صالح جدتي مومي. بينه هو تبيه اليوم و الشهر؟ لا ما ابغى الشهر، انا ابغى اليوم. هذا قلبي الشهر بو، لان هذا ما ينسى يعني. طيب اوكي، عطني اليوم والشهر والسنه. وتشيل يعني اللي قبل؟ اشيل لك عن اللي قبل اللي هو ايش؟ اللي هو اللي اجلته انا ذا. لا الخطا راح. اللي هو امي. والسؤال التاجيل نرجع له. لا ما بامي، امي اللي قبل، اللي قبل في واحد. لا 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 صالح، لكل سؤال له طريقته. يلا صالح. 9/3/1434. طيب اليوم وش هو؟ السبت. اليوم السبت. لا 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 لا، الاثنين 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 وبنايف. الاثنين الاثنين. توفي جدك في ايه في قصيدة 9/3 يوم الاثنين زي الاثنين. توفي جدك في 1434 في يوم السبت، والإجابة خاطئة، هو يوم الاثنين. ايه الاثنين قلتها وبنايف قلتها. ما في بس والله اني قلتها. بقعد عدلك بنايف عدلتها ترى، قلت لك في قصيدة بها. معليش ابو والله لا ولا مالا ولا مالا ما اعتمدت الاجابه، ما مدك تحط الاجابه يا ابو نايف. انجبان عبد الله انجبان. خلهم خلهم بيار، انا اتكلم عليك. لبيه. انا ناصر ماني سامي يا حبيبي. ابو انجبان عبد الله حبيبي سم. السؤال موجه لصالح صح؟ حتى ولو يا اخي ما ثبت الاجابه. عبد الله انجبان عبد الله عبد الله انا بامكاني ما ثبت الاجابه. طيب عبد الله انا اخذ الاجابه من صالح مباشره. صالح ما وكلك تتكلم عني يا حبيبي. طيب بس ابو نايف ابو نايف موفق يا حبيبي عبد الله ابو نايف. معليش انت قبل لا تحط ايدك على ورقه، انا قلت لك انه ترى عدلت يوم الاثنين وفي قصيده، بس اني لخبطت بين جدتي وجد لان جدتي السبت وهو الاثنين. صالح صالح القحطاني في مسابقه حياه اول قبل شوي أخطأ، أو عفوا في مسابقة القوة الثانية أخطأ، لأنه قال الإجابة الأولى فاعتمدناها، لذلك أنا أعتمد أول إجابة تقال، وحتى بالبرايم نأخذ أول إجابة تقال، فتحسب لك إجابة خاطئة يا صالح. أبو نايف تكفى. ننتقل. لا تقول لي تكفى يا حبيبي صالح، لأني أنا في فقرة رسمية. عدلتها أنا، عدلتها أبو نايف. حتى ولو ما في عدلتها قبل لا تكتب. طيب ما في بس، ننتقل للسؤال اللي بعد يا صالح. انتقل يلا. في عام كم كانت وفاة جدتك يا صالح؟ أنا أبغى اليوم، اليوم من أيام الأسبوع، وأحتاج السنة. اليوم السبت، هذا جدتي صح؟ أوكي أوكي أنا ما أعرف، أنا أعطيك الإجابة مرة واحدة. دقيقة، أنت تقول اليوم والتاريخ بس. والتاريخ إيه والعام. 1435. متأكد متأكد حط صح مرة؟ متأكد إن شاء الله أني متأكد. إجابة سؤالك يا صالح إجابة صحيحة. صالح نرجع للسؤالين اللي قبل. إذا أخطيت بالسؤالين أيوه بتحرم شوفتهم، وإذا أجبت على سؤال واحد، إذا أجبت على سؤال واحد من هالسؤالين المتبقية راح تلتقي معهم مباشرة. اوكي يلا. في اي يوم ولد اخوك عامر؟ اليوم، الشهر، السنة.
اعرف وش التعقيد يا اخي. نفس الأسئلة مضت على زملائك في الحلقات الماضية من فقرة زوار يا صاحبي. طيب يعني جيب شيء ببوي بأمي يمكن إن شاء الله حافظه جد جد. عامر يعني صح إنه أخوي بس إنه ولو. أنا ما جبت السؤال من خارج العائلة، هو من داخل عائلتكم. لف لف عليهم تك خل أشوفهم. خلك معي أول شيء وبعد السؤال نعطيكم إياه. السؤال الثاني. أنا أحتاج السؤال الأول. ها لا طيب مين خالف خلوا هذا بحل اللي بعده. ما في بأس يا صالح جاوبني على السؤال هذا لأن إحنا أجلنا سؤالين. طيب ما أعرفه بيارة أبو نايف. ما في بأس نجاوب. أخ والله إني ما أدري. في أي يوم ولد أخوك عامر؟ بس تبي اليوم؟ أبغى اليوم والشهر والسنة. طرحت لك السؤال هذه ثالث مرة عيد. السنة عمره 12 سنة حلو. أنا ما أبغى عمره. أنا أصبر أصبر خل أعلمك أنا دقيقة. 12 سنة احذفه من. خمسة وعشرين 425. أها. شهر والله اني ما ادري يا اخي. عجزت ما اعرف بنايف. ما اعرف الا السنة بعد حسبة انه عمره يعني. أنت جاوبت على 6 أسئلة يا صالح صح؟ إيه. ولو تبقي لك سؤالين إذا جاوبت على أي واحد منهم تحسب لك إجابة صحيحة فتزد. 7 أنت أبي. إي أنا أبغى 7. إي إيه. أنا قلت لك تجاوب على واحد بس. حلو. طيب أنت قلت عام 1425 صح؟ إي أكيد هذه إن شاء الله أنه أكيد. هو ولد في عام أو في يوم 24/12/1426 للهجرة. عمره 12 هو. يعني إجابتك خاطئة يا صالح. ترى 12 وبنايف يعني يحسبون عمر انه يجي. انا كنت ابغى ما ابغى عمره انا كنت ابغى الميلاد بالضبط. لا انت قلت اليوم والشهر والسنة. طيب السنه خطا انت قلت 1425. إيه انا اقول لك يعني انت هذا اللي انا حاسنه شويه لكن يلا ما في بس هو خطا نتفق نتفق انه خطا صالح. ايوه. السؤال الاخير هو السؤال المفصلي في فقره زواره. اذا جاوبت صح تلتقي فيهم اذا ما جاوبت صح أنا مش مسؤول. أوكي؟ نطرح سؤال؟ يلا. السؤال يقول في أي عام اليوم الشهر السنة في أي عام التحق أخوك عامر بالدراسة؟ ما يحتاج حسبة إحنا انتهينا من الورق وأنا أنتظر الإجابة على سؤالك. لا لازم أرجع للورق عشان أجيب الإجابة الصحيحة. أسلم. ميلادي ولا هجري؟ هجري. أسئلة أجاب عليها صالح الفرحان إجابة صحيحة. 3 أسئلة كانت أسئلة خاطئة. سؤال واحد هو السؤال المفصلي هل يجيب ويلتقي بهم أم يخطئ ويحرم من رؤيتهم؟ الله أعلم. القرار في يد صالح. القرار في يد صالح. أعيد السؤال في أي عام التحق عامر أخوك للدراسة؟ يلا يا صالح. عام
المتسابقين أتمنى تعطون صالح فرصة للتركيز. طيب لو أخطب واحد منهن يعني الشهر ولا اليوم. أنا أحتاج الإجابة كاملة صحيحة اليوم. يا أخوي اغفل، يا أخوي اغفل شوي بس. صالح عن أنا الحين جاوبت ست، يعني السابع هذا مصير. هو الفاصل. إي أدري أنا، يعني مثلا لو أخطيت لو بشهر ولا بيوم. أنت أمشي ماشي يا أبو نايم. ما تمشي يا صالح. ست أسئلة أجبتها إجابة صحيحة. سادس ابتدائي هو حلو. احسبها كيفك. سادس 38 حنا. اثناش 10432. عطني الورقة. تعال عطني. لا تقول تكفى. بنايف تكفى لا تقوله. أنا عارفه من عيونك. ها؟ خطأ؟ العيال شكلهم يمشونهم. ابو نايف وينك؟ يا ابو نايف عيال تشوفون شيء تسمعون شيء؟ صالح ها في اشكاليه. وشو السؤال هذا؟ انا طرحت لك قبل شوي جاوبت عليه لما قلت انا اهنيك يا صالح انك ما تعرف يوم ميلادك ولكن تعرف اليوم اللي التحق فيه اخوك للدراسه، صح؟ فانت جاوبت اجابه صحيحه. عمره مو بعمره. لا السؤال المؤجل يا صالح، انا اسف، السؤال المؤجل هو السنه التي تعينت فيها الوالده كمدرسه في عطي اللي هو عطا وعطي، في شهر كم وفي عام كم؟ هذا السؤال المؤجل يا صالح. أنا معذرة، ينبهوني فريق الإعداد مشكورين. وصلت صورة يا صالح؟ السؤال هذا أنت أجبت عليه إجابة صحيحة وقلت في 12/10/1432 والمفترض أنك نبهتني يا صالح، ولكن ما في بأس، أنا غفلت عن السؤال هذا ونبهني فريق الإعداد الآن. السؤال المؤجل، لذلك أنا كنت ما أتمنى التأجيل عشان ما ندخل في متاهات. السؤال المؤجل السنة. والله إني لحست. ما في بأس، خذ سؤالي الحين، اترك سؤالي قبل شوي. السنة التي تعينت فيها الوالدة كمدرسة في عطي بالقصيم شهر كم؟ ايه ادري انه بعطي انا أيوة. ادري و... طيب. طيب محمد شهراني اتمنى كرم انك ترجع على يهينك. الف انا ما اعرف ايش لزمة المتسابقين اصلا يروحون عند اهل المتسابق. ما راح ما راح. طيب انا شايف عيوني يا صالح. ها؟ أنا شايف بعيوني عموما. يا أخي امشي امشي امشي. أوكي أوكي ما في بأس. يقولون ما راح، هو قدامي الحين يمشي. طيب عموما مو هذا موضوعي، موضوعي عند سؤال صالح. صالح السؤال المفصلي عندك. هذا منه مفصلي. يلا. طيب بما انك اخطيت يعني. لا اخطيت وعدلت الخطا. ما صالح صالح ما ترتب عليها اي ضرر الى الان. ما في ضرر بس. أوكي. انه يا اخي المفروض انك تتنازل عن شيء واحد اليوم ولا الشهر ولا. صالح انا اليوم ما ابغى، انا ابغى الشهر والسنه. يلا يا صالح. Thank you.
ها يا صالح. والله ابن حلال اني احنا طولنا جدا بالسؤال. طيب 1400 وعشرة يمكن. أربعمية وعشرة شهر شهر كم؟ ما أدري بس ارمي ممكن تصيب تكون رمية من غير رامي. وما صابت رحت. ما صابت يجمعكم والله فيهم بعد البرنامج بإذن الله. استوصلوا عندي معززين ومكرمين على العين وعلى الرأس، ولكن هذه سياسة الفترة. هاي صالح تفضل. يمكن محرم. حدد لي شهر كم. ما أعرفه. عيال محرم كم؟ أنا أبغى أعرف ترتيبك أنت، لأني أنا عارف ترتيبه أصلاً بين الشهور. ها؟ أقول أنا عارف ترتيب شهر محرم بين الأشهر الهجرية، ولكن أبغى الترتيب عندك، لأنه ممكن أنت قصدك غير اللي أنا فاهمه. ما أدري كم يا أخي محرم. قل لي يا أخي أنت. طيب أنا إذا قلت لك تساعدت معك. طيب أقول لك يا صالح، قل لي المحرم هو كم محرم؟ يعني تسعة لا تسعة رمضان، ثمانية سبعة. أعطيك؟ حاطن شكر الله. طيب أنت قلت 1410 شهر محرم. أتقول لي خطأ فكفة. الله يرحم لي والديك. صالح الوالدة لا زالت مدرسة صح؟ لا زالت هي موجودة. سم؟ موجودة هي. أمه موجودة؟ موجودة أمك وموجودة توقع ثنتين من خواتك أو ما أعرف والله. أسألك بالله. الجميع موجودين. تكفى ونايف تكفى فرحا. الجميع موجودين يا صالح. ها بنايف وش ابي بوجهي يا اخي غيره خلنا نشوف. صالح هلا. هل تتوقع انك تلتقي فيهم ام لا؟ يا رب الله يسمع منك يا رب. لا تقول الكلمه الثانيه. لا لا تقول هذه تهكت. انا ما اعرف انا اسال. يا رب يا رب يا رب يا رب تكفى. والله دعوات عيال قبل شيء ما جابت شيء. استغفر الله العظيم. والله العظيم. يعني استغفر الله. قصدك السبب يعني هي دعوات الشباب؟ عيال هي سجود 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 ان شاء الله. اسجد اسجد. يلا يا رب يلا. ازين مايكي بنايف ترى مطلع تطليع انا يا ناصر بشمه. ها ناصر عد نظرتنا تكفى بالدعاء. خلاص خلاص عيال ما بيهم مخره مخره. مبروك يا ناصر. ناصر تكفى يا ناصر عشان الوقت خلى يقابلها. تكفى يا ناصر. تكفى بنايف شكلهم قاعد يمشوا. سمي علي مبروك. سمى الله عدوك. لا والله بس انه ترى اني مريت في الموقف. تكفى شوف فريق فريق الاعداد امام حالتين. ها الحين يتخذونها ايه؟ يا انهم يقولون لهم ادخلوا لللوكيشن عشان يشوفهم صالح الان مباشره، او انهم يقولون لهم عيال عيال السواق بنطاركم. لا الشباب خلوا المتسابقين جالسين في مكانهم. عيال ترى ناصر نعرف حركاته ذي ببطي الهرجه الحين وهم رايحين يطلعون. عيال شيكوا تكفون. طيب صالح ها. اعطيك الاجابه عشان انا اخليك تنتقل لهم مباشره. تك الاجابه في شهر 11 في عام 1411. اجابه خاطئه يا صالح، ومع الاسف ستحرم رؤيه اهلك كلهم اللي وصلوا علشانك. ما تصورت الفراق وما تخيلت العذاب، ما تخيلت ان بعدك عندي اكبر مشكلة. احسب ان البعد هين بحتمل مرة صعب، احسب ان الامر عادي والزمن اتحملها. قبري بقلبي شديد ولو نهشني الف نار،
شاي الحمول ثقيله فوق ما اتخيله. الشوقات اللي قلبه في هوى الاحباب ذا والهوى غرب العلوم مهتوي للغرب ضاع. شوقت اللي قلبي في هوى الأحباب ذاب والهوى غرب العلوم واحتويت الغرب لا يوم لوح لي موادع كن فيه عيني جواد من لمعت عيون خلي اطرحت لي أسئلة كلها تحكي عيونه يا رفيقي لا تغار. ردت جفوني وقال دمع سكر السلم تاكل نازل ايه عيال السلم طيب السلم ها انت تعال هنا انزل هلا يا ابو بنز والله لا انزل احب راس امي والله الله حيك الناظر يرجع والله بود اني اشوفك. السلام عليكم على ابو صالح بسرعه يا عيال تكفون السله قسما بالله اني ابيك منك المره اهلي هنا عيال اهلي هنا اطلع اطلع 24 ساعه ولا اهلي صالح صالح ايش بك؟ هلا امه يا هلا والله سامحنا سامحنا يا ابو صالح سامحنا يا ابو صالح والله العظيم ما ودنا والله نخليك بالحاله بيطمر والله ما يا ابوك حلب بجيب سلم بجيب سلم يابا اركض اركض صالح 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 انت صالح ويلي ارحب يا ابو صالح يا ابو صالح اهتي وخذ انزل وخذ صالح ما بقول انا بجيب السلم انجيب السلم انجيب السلم انزل 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 جيب السلم انزل من هنا خلاص يب انزل انا وخر وخر عن والله ما تنزل بجيب السلم بجيب السلم لا تحال لا تحال والله ما تنزل والله ما تنزل هديك هديك امشي خلاص اخر 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 السلم 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 روح ليش عطها السلم عطها جيب السلم جيبه وش زين اطلع 24 ساعة ولا تنزل من هنا اطلع 24 ساعة اطلع من هنا ولا تنزل يبقون في الرياض اطلع قابلهم ميخال حنا خايفين عليك يا ادم وين الارض بعيدة طيب فكوا ايدينكم خلاص والله ما تنزل فك ايدك طلب ممكن طلب دقيقة ممكن طلب ابي السلم خليك مع اهلك هنا ولا هنا لا والله نزل والله مرشوف صالح 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 انا انا اخويا خليت اخويا ما خليت اخويا يابا عطني السلم عطني السلم عطني السلم عطني السلم عطني السلم ولا عطني السلم السلم اللي هناك عند المسجد انت مخرب اجر ذا انت مخرب شوف 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 اي والله لا سلم طيب يما يا بس يا هلا امي يعني بيقبوه بيقول لا تطمر يطمر يما بنزل بسلم طيب ابوه وامه خلاص اسمع ابو علي تنزل بيخصمون عليك خصم اكثر منك تطلع قال له خصم لهالي 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 قال له خصم صالح صالح احنا طالبينك خليك هنا واحنا بننزل هيا صلى الله عليه وسلم صالح صالح ها خليه معك وموت يا ابوها ادرى ما تبي تخليه يطلع صالح يا الوقت صالح بس تكفى شلون نشوف شلون نشوف شلون اطلع مع الباب صالح اسمع اطلع مع الباب صالح صالح اسمع صالح عبد الله تطلع 24 يا خلاص فك ايدينكم طيب احنا فكينك وانت هنا اسمع يا عبد الله لا حرص عليه ولا منفعك خلاص يا عبد الله ما يبا تامر ما تطلب يبا بس خلها ودي انزل صالح اسمع 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 خلوا ابوه يتكلم خلوا ابوه يتكلم خلاص اصبر اسلم اسلم يا عم يبا يبا انا بنزل يبا علي يا الضرب علي يا الضرب علي 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 اسكت اسمع امك كلام امك بيك يا رفيقي لا تغار ردت جفوني وقال دمع عينك اهملا ليه ما تدمع عيوني اذ رفيقي مثل السحاب أرخص دموعي عشانه شوقي هو يستاهله
أسعد بشوفك وقربك صحبتك زاد وزهر أحلى عندي يا رفيقي من دلال مهيلة المحبة سر معلن لا يزيف أو سراب مثل عين الشمس فين في الهواء مسكر الباب هناك لا افتح لك يا اطلع 24 ساعة خلاص صلى على الرسول اسمع كلامي اطلع 24 ساعة وشو بالك لا يجي خصم دبل يا وشو ابوي يقول لك خلونا الحال اصلا انا اقول ماني بانا اسكت اسكت يبا والله هذا مسلم بس روح عارف يا ابو ابوي يقول لك خلونا الحال صالح ابوي مفتوح اصلا خل عندك باص خلي اسمع ابوك خلي اسمع ابوك اسلم يا عم اسلم اسكر وشالك تحت خايفين تنقص والله حرام عليك حرام عليك ضيق شلون والله ما يجي شيء حرام عليك يا اخي حلك حرام عليك تغث امك قريبه يا اخي امك لا تغثها اطلع 24 ساعه معك المسير اطلع 24 ساعه خلاص لا ترفعوا اصواتكم خلاص يا عيال خلاص انا ما لي خلق تقوم ترفعوا اصواتكم ترى ما لي خلق ترفعوا اصواتكم طيب تك خلاص انا ما جابه هنا لحظه عليك ايش نقول لك عليك اسكت 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 يا عيال خلي امك تحكي انا داخل على الله فهم عليك انك تكفى طيب عيال بس افزعوا لي بسلم بس لا ما في شيء منهم طيب يعني هذا قصة تسمع كلام ابوك ايش قال لك ابوك؟ ما يبون انا اطب بس اطب بس قال لك ما تنزل هذه ابوك قدامك عيال واحنا نسولف اليوم شلوه اسمع بس هذه اهلكم عيال بس ابي انزل عبد الله ابوي يقول لك خله خله هني انزل خله كلام من هنا ساكتين هذا ابوك قايل لنا امسكهم ابوك قايل لنا ايه هو تو هذا وحاتين قول عبد الله انا بطلبه يما يا صالح منصور صافي يا عطره وعد عطره وعد عيال عيال والله بس اسلم على امي والله امي خرب عليك دقيقه دقيقه صالح بس صالح طالع فيه نبغى نبعد كلنا عليك مني اهالي اهلكم ما ابي انا على بعدي ما بعلي بعد انا بينزل لا تنزل انا بينزل اسلم لا معليش والله بس يما تضرر على الفاضي على الفاضي يما تكفى ودي انزل والله ما ردن غيرك شو والله صالح اسمعني صالح 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 اسمعني صالح يما طيب سلم يا صالح يا صالح بتضرر يا اخي امك تقول لك اسمعني اسمعني صالح معك جاره المسيح تطمر ويتدبل عليك الخصم ولا تطلع مع 24 ساعه ولا تجي خصم الحين بيمشون الحين بيمشون تضرر تلحق عليه قول لي ليله قول لي ليله تضرك يا صالح الحين اهل قدامك سلم عليهم سلم عليهم وانت هنا سلم عليه صالح وبعدها اطلع الله يحييك والله العظيم ودي العزل ما اعرف مش هذا لكن اعذرنا ما ابيد هالشيء ذا سلم عليه سلم عليه اطلع ابو والله لو وديك بس يا عيال صالح بوديك انا والله لو وديك لو تبي القصيم والله لو نروح لهم صالح والله لا اوديك والله يا ابو يبغى دقيقه اسمع سامي ابو صالح الحين هل سلم عليه لما تعيون خلي اطرحت لي أسئلة كلها تحكي عيونه يا رفيقي لا تغار ردت جفوني وقال دمع عينك أهملا ليه ما تدمع عيوني اذرفي مثل السحاب ارخص دموعي عشانه شوقي هو يستاهله اسعد بشوفك وقربك صحبتك زاد وزهر لا لا تمشي يا رفيقي سلم على امك هنا راكد انا راكد بس انا بنزل احب راسها تنزل يا ولد يا والله العظيم يا ولد زعولي طيب افزع معكم كلكم دايم زعولي جيب لي سلم صالح قلنا لك تطلع 24 ساعه جيب لي سلم جيب لي سلم جيب لي سلم ما بدي اسكرين بعض صالح امسح لك شيء صح صالح شيء غلط احنا نتكلم اليوم شلوه يا اخي ما ابغى اضرك انا تعال معي انا والله لو وديك لو تبي القصيم والله لو وديك قال له شيل اطلع مع الباب يا اطلع
24 ساعة انا بودي ساعة الحين نخليك تطلعك غصب عليهم ما الحين والله لو طلع 24 عندك الماسيه يا اخي اخر اسبوع الله لا يرده ولا تطلع عليك الماسيه تطلع 24 ساعة باب يا ادم اطلع مع الباب انا شايف السلم اطلع مع الباب انا شايفه الحين اطلع مع الباب السلم صح اطلع مع الباب شوفوه ما يخالف خلها ضرب نفسه ايش بقى ما بقى شيء عطنا السلم علي عطنا السلم ما بقى شيء صح علي عطنا السلم ما تتصلى على النبي صالح ترضى اني اجيب السلم ترضى عليه عليك علي انا جيبه جيبه علي لا حتى ابي الحق لا ما الحق شيء تبغى جيبه جيبه اسمعني صالح اسمع صالح انا بروح تجيبه صالح من انا يا عبد الله خلي اكلم رجال امه يمه ترضي يمك لا والله اني ودي بس اسلم عليه تبي سم بالله هي ما تبي لا يا بحب راسه روح من الباب روح من الباب من طلب والله ما اخسر انت يا رجال امشي والله ما اخسر والله ما اخسر لا هاي خلاص هاي هذا طول ذا جبوا 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 يا أخي امشي أحسب أن الأمر عادي والزمن أتحمله قبري بقلبي شديد ولو نهشني ألفنا شايل حمول ثقيلة فوق ما أتخيله الشوقات اللي قلبه في هوى الأحباب ذا والهوى غرب العلوم بالتوي للغرب ضاع ميري شوقيت اللي قلبي في هوى الأحباب ذا والهوى غرب العلوم واحتويت الغرب ضاع يوم لوح لي موادع كن فيه عيني جواد بالما تعيون خلي اطرحت لي أسئلة كلها تحكي عيونه يا رفيقي لا تغار ردت جفوني وقال دمع عينك اهملا ليه ما تدمع عيوني اذرفي مثل السحاب ارخص دموعي عشانا شوقي هو يستاهلا اسعد بشوفك وقربك صحبتك زاد وزهاب احلى عندي يا رفيقي من دلال مهيلة المحبة سر معلن لا زيف أو سراب مثل عين الشمس فين في الهوى تظللا إيه يا جرح الوداع ما أظن أنه يطاع آهتي ترثي لحالي ودمعتي مسترسلة كل ما سكت باب انفتح لي ألف باب كن من نقض جروحي وكن كبدي يدبلا أتشفق لك شفاقة في الذهب وفي الإياب وانت تدري وش بقلبي والغلا ما تجهلا يا إلهي يا عظيم كل خلقك لك تهب اجمع عقوب الأحبة وخلاها تواصلا هذي أبياتي يخلي في إحساس وعذاب صغتها من بعد فرقها واللقى نتأملها واللقى نتأملها
تخيلت العدا ما تخيل ان بعدك عندي اكبر مشكلة احسب ان البعد هين بحتمل مرة صعب احسب ان الامر عادي والزمن اتحمله قبري بقلبي شديد ولو نهشني الف نار شايل حمول ثقيله فوق ما